اهلا بيكم مره تانية. والحقيقه ان النهارده هيكون عندي قضيه مش يعني فرضت نفسها بعد تصريحات الرئيس لما قال فيه ان الدستور كتب بنوايا حسنه والدول لا تحكم بالنوايا الحسنه فقط. صح، الدول لا تحكم بالنوايا الحسنه فقط. هل ده لازم ينعكس مباشره على تعديل الدستور؟ هل الرئيس كان بينوي تعديل الدستور ام لا؟ الحقيقه بعد كلام الرئيس بدات البلد تنقسم. ناس تقول لك اصل احنا عملناه عشان نخلص استحقاق سريع، وبدأت تظهر حملة يعني شعبية لتعديل الدستور كان من أبرز رموزها الشيخ مظهر شاهين، قصادها ناس تانيين واخدين موقف حاد وحاسم من مسألة تعديل الدستور وطرح الرئيس في هذا الأمر. هيكون برضو منهم الأستاذ مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي رفض هذا المنطق. هناك من يقول انه قبل ما نتكلم عن تعديل الدستور الاول ننفذه. بعض الناس بتشير الى انه الدستور لم يحترم بالشكل الكامل في مصر. هل ده حقيقي ام مش حقيقي؟ هنشوف هذا الامر في الحلقه. بس انا عايز اكمل عشان المهندس شريف اسماعيل يعرف رئيس الوزراء الجديد ما يتوترش ولا يخاف ولا يقلق ولا يبقى طول الوقت كده مهزوز. مش عايزينه مهزوز، عايزين رئيس وزراء شجاع ويقدر يواجه المشاكل بجدية عشان يقدر يكمل بعد انتخابات البرلمان. انت النهاردة بتتكلم عن مشاكل كتيرة جدا في الحياة العامة في مصر، بتتكلم عن مشاكل لها علاقة بهموم الناس، بالأسعار، بقطاعات كتيرة بايظة، بموارد قليلة. الحل اللي انا بقوله شجع الاستثمار بجد، ما توقفش المراكب السايرة، بص على الفساد الحقيقي اللي بيعطلك الاستثمار في البلد. أقولها لوجه الله. واحد يطلع يقول لك دي رجال الأعمال ويدافعوا عن رجال الأعمال. ياس، نعم نعم، أدافع عن الاستثمار في مصر دفاع مرير وقاتل وحاد وكل حاجة. ليه؟ لأنه في ناس مش فاهمة، في ناس لسه من عقلها ساكن في عنكبوت الحكومة، عنكبوت الروتين، عنكبوت ان الدولة المسؤولة والحكومة المسؤولة. انا بقول يا جماعة، وحتى في الحكومة في ناس مؤمنة بكده، مش بتعطل على طول، وشايفين انه اي واحد مستثمر يبقى لازم يبقى حرامي، لازم يدفع رشوة، لازم يبقى فاسد، لازم فلوسه دي اكيد جايبة من غسيل اموال. ما بيؤمنوش خالص ان في مال حلال ينتهي الى نتائج حلال. انا عايز اقول انه سيب المال الحلال اللي ينتهي الى نتائج حلال، واثبت للناس كده عشان الناس تعرف تشتغل، ما تعطلش البلد. هتعرف تسيطر على الأسعار ازاي من غير منافسة؟ شوف المواطنين بيقولوا على اللحمة قبل العيد، هنشوف في التقرير اللي جاي.